صوت الطيران الروسي اللي تكفرن بوده. الله أكبر. قصف الطيران الروسي بلدة كفر مودة. الله أكبر. القصف الآن على بلدة كفرنبودة بريد حماة الشمالي. الطيران الحربي شنغارة جوية على بلدة كفرنبودة بريد حماة الشمالي. ثمانية عشر 2015 قصف بالطيران الحربي استهدف بلدة كفرنبودة بريف حماة الشمالي. ثمانية عشرة 2015 قصف بالطيران الحربي يستهدف بلدة كفرنبودة بريف حماة الشمالي. ثمانية عشرة 2015 الدخان الناتج عن اسقاط مروحية في بلدة كفرنبودة بريف حماة الجنوبي. هذا هو الدخان المتصاعد في اسقاط طائرة مروحية. مضادات يا شباب، جاهز المضادات. كفرنبودة جاهز المضادات. الله اكبر. يا كفرنبودة يا كفرنبودة جاهز المضادات. يجي المروحيات، يجي المروحيات. قبلة الصخر باتجاه الشمال، صرني فوق الناس. يا الله بالله، بس يا مضاد كفرنبودة، مضاد كفرنبودة فوق الناس باتجاه الشمال، فوق الناس باتجاه الشمال. لكن ماشيات مع الارض، ماشيات مع الارض. يا تاو يا تاو يا تاو، جهز حالك يا تاو. لا تخليه يرجعني يا تاو، لا تخليه يرجعني. الله اكبر يا تاو، عليهم يلا يا اخوان يلا. الله اكبر. صور صور بالهاتف يا احمد. الله اكبر. الله اكبر. يا مضادات، يا مضادات كفرنبودة، يا مضادات كفرنبودة.
لك لا صرني أربعة صرني أربعة 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 صرني تنتين تنتين فوق الناس تنتين شمال الكرناز فوق فرنبودة فوق فرنبودة يا مضاد يا مضاد جاهز حالك يا مضاد عليك صرني تنتين صرني أربعة صرني أربعة تنتين فوق الناس تنتين عند التل الله أكبر يا مضاد يا مضاد عندك يا مضاد عندك يا يا مضاد عندك يا يا مضاد عندك يا تاو يا تاو عندك يا يا تاو كبر كبر وضرب يا مضاد كبر وضرب يا مضاد يا الله يا الله يا الله يا مضاد يا مضاد يا الله يا الله صرني صرني فوق الناس صرني فوق الناس ليك وين وادي قبل الصوامع ليك صار طلع قبل الصوامع أربعة أي والله